النهاردة هنتكلم عن حاجة حرفيا كل الناس كلمتني فيها، انت ازاي خسيت من ده لده في شهر او شهر ونص. فتعالوا بينا نشوف الحوار ده، يلا بينا. شباب عاملني، يا رب كروب خيل. اول مره تشوفني انا كده معايا في بقدم محتوى لايف ستار موتيفيشنال سبيكر، ادخل كده خد لك لفه، ولو عجبك المحتوى متنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب، ويلا بينا نبدا على طول في موضوع الحلقه. طيب خلينا كده ناخد كده موضوع الفيديو بتاع النهارده كده لشويه بوينتس كده او شويه كده نقط كده نتكلم فيهم واحده واحده عشان ما نتلخبطش. اول حاجه هو جسمي بيلعب في منطقه من 85 ل 87 في الرينج ده، مهما اكل بقى مهما ما اكلش مهما امشي والكلام ده، هو بيمشي في الرينج ده وما بيعديش اصلا الرينج ده خالص. كانت كل حاجه ماشيه تمام، كنت بروح الجيم وكنت بروح الشغل بتاعي وكان كل حاجه تمام لحد ما جت الكوفيد 19 او الكورونا. طبعا قعدتنا 4 او 3 شهور في البيت، فطبعا انا قاعد في البيت مفيش جيم مفيش شغل مفيش الكلام ده خالص، فطبعا قعدتي في البيت ولدت ان انا المفروض بدات اكل اكتر. طبعا الاكل اللي باكله ما بمشيش او ما بعملش كارديو او مش بحرقه، فالاكل بيفضل يتخزن فباكل تاني والكلام ده. زائد كمان ان كان في كمان مسلسلات بقى جت كمان جديده والكلام ده، فاللي هو قاعده بقى مع مسلسلات مع تفرجه مع اكل مع الحاجات دي كده كلها، فوزني بدا يزيد جدا. ولحد هنا برده ما كانش فيه مشكله، برده ما حدش كان واخد باله عشان كله كان في البيت ومحدش بيتصور ولا اي حاجه. وحتى وانا بصور لكم الفيديو بتاعي كده انا ببقى قاعد وانت مش شايف جسمي كلي، فانت مش شايف انا تخين ولا رفيع الكلام ده، بس كان باين على وشي سيكا اللي انا بدات اقلبص. لحد هنا برده كان كله كان تمام لحد ما الدنيا بدات تفتح تاني وبدات انزل الشغل تاني والجيم تاني والكلام ده. وهنا بقى بدات الناس تتكلم، كريم انت زدت جدا، كريم انت تخنت، كريم انت مليك جدا، وشك عامل كده ليه. لحد ما نزلت عملت فود سيشن في الزمالك، وطبعا انا من وقت للتاني بحب اتصور فود سيشن والكلام ده وبنزله على الانستغرام، فانت طبعا لو مش متابعني على الانستغرام تلاقي تحت الديسكربشن لينك الانستغرام، كل اعمل لي فولو بسرعه. وبدات اشوف الصور ان فعلا في حاجه غلط، مش ده كريم اللي انا اعرفه. فكرة ان انا وشي مقلبص، بطني كبيرة، حتى وانا بقى في مسألة البنطلون مثلا لا في جناب بتطلع جامد، لا في حاجة غلط، يلا نقيس. ورحت عملت حاجة اسمها ام بادي، ده اللي هو المفروض بيقيس لك نسبة المياه في الجسم ونسبة العضلات ونسبة يعني بيقيس لك كل حاجة في الجسم يعني. فروحت عملت الام بادي وطلع النتيجة ان انا 99.9 كيلو، اللي انا اصلا عمري ما وصلت لها في حياتي، يعني يعتبر 100 كيلو. 99.9 دي يعني حرفيا 100 كيلو، انت متخيل انا من واحد بيلعب من 85 ل 86 يوم ما بيزيد قوي يبقى 87، يوم ما يروح يكشف او يروح يشوف يلاقيه 100 كيلو، فاللي هو صباح الفل. فيعني كان الموضوع عيب قوي اللي انا كنت بتكلم في الموتيفيشن سبيكر وازاي تنظم وقتك وجسمك وحياتك والكلام ده، انا اصلا 99.9 يعني يعتبر 100. انا بقيت ماشي في الشارع زي المجنون، اللي هو حرفيا انا 100 كيلو يا جدعان، يعني اللي هو صباح الفل، اصلا الرقم كارثي اصلا. فلازم نشوف حل بسرعه في الحوار ده. زائد طبعا انا طبعا بعمل فيديوهات، فلو حد شك سيكا او شاف صوره سيكا، لو حد قال لي مثلا في الكومنت مثلا في الانستجرام ولا تويتر ولا اي حاجه انت ازاي بتتكلم في الموتيفيشن سبيكر والكلام ده وانت اصلا 100 كيلو، فصباح الفل بقى انا مش عارف ارد عليه اصلا. وبعيدا اصلا عن اليوتيوب اصلا، وبعيدا كمان عن الناس وبعيدا عن كل حاجه، انا ذات نفسي انا اصلا مش راضي عن نفسي. فاللي هو فكره ان انا بقى 100 كيلو والجامعه جايه وانا اصلا قدام المرايه انا مش راضي عن نفسي، فده اللي كان فارق في حياتي، او كنت فعلا بدور على اي طريقه اخس بيها. هنا بقى قابلتني بقى طرق كتيره بقى، الشاي الاخضر اللي بيخسس في 3 ايام، والبتاع اللي بيتباع في الصيدليه اللي انت لو اكلت مدى الحياه مش بتتخن اصلا، والاعشاب بقى والكلام ده. وهنا قررت ان انا اتجه في المجال اللي انا اعرفه شويه او المجال اللي الناس اصلا قدامي فيه، وهو الجيم والكارديو والكلام ده. وطبعا جوجل طبعا ويوتيوب طبعا ما بيجليش يا زميلي، دخلت قلت ازاي اخس يا جدعان في شهر والكلام ده، لقيت فيديوهات كتيره جدا جدا فيها اللي فيك وفيها اللي بيأفور وفيها اللي بيتكلم بعقلانيه. وهنا بدات اتبع الناس اللي بتتكلم بعقلانيه وان فعلا ممكن تخس في شهر ولا شهرين ولكن بطريقه معقوله. وطبعا اول فيديو وقع قدامي، وده بصراحه كان البدايه بتاعتي، ان انا اتفرجت على دكتور المفروض كان بيتكلم عن الكالوريز والمفروض بتحرق كام كالوريز في اليوم وبتحسب اصلا سعراتك الحراريه النهارده كام والمفروض تاكل كام كالوريز والكلام ده. وعملت كده حسبه كده معايا كده لحد ما عرفت الكالوريز بتاعي المفروض اكل كام في اليوم. وممكن لو لقيت اقبال جامد جدا جدا على الفيديو ده ممكن الفيديو اللي جاي اقول لكم الطريقه اللي انت بتحسب بيها الكالوريز وتعرف انت هتاكل ايه النهارده والكلام ده، عشان الموضوع ده فرق معايا جدا جدا اقسم بالله. تاني حاجه كنت فاكرها غلط وكانت معتقداتي عنها كده، ان انت لو عايز تخس فما تاكلش كتير، لو عايز تخس ما تاكلش غير حاجات معينه، بروتينات بقى، بيض، جبنه، الكلام ده، عيش لا، برجر لا، ماك لا، كي اف سي لا، الكلام ده. فطبعا ده كان الفكر اللي عندي او الخلفيه اللي عندي او الباك جراوند اللي عندي، اللي المفروض عشان اخس فلازم ما اكلش. وطبعا طلع الموضوع غلط خالص، هي ليها علاقه بالكالوريز. يعني انت ممكن مثلا تشوف مثلا البيج ماك مثلا 2000 كالوريز مثلا، يعني انت اصلا في يومك 3000 كالوريز مثلا المفروض تاكلهم، فانت اكلت ال 2000 كالوريز انت فاضل
لك 1000 كالوريز، 1000 كالوريز بقى دول هتفضل بقى ايه تنقنق حاجات كده صغيره، لكن انت برده كلت البيك ماك بتاعك. فكره بقى ان انت ما تاكلش خالص والكلام ده قشطه بيجيب معاك، بس ده مش هيخليك تستمر اصلا. سيبكوا بقى من كل ده، اللي انا عايز بقى اقوله لكم فعلا اللي انا بقى لي 5 او 6 7 فيديوهات عمال اقول لكم عليها، الميه مهمه جدا جدا. طبعا لما جيت دورت طبعا في الموضوع لقيت ان العقل ذكي جدا جدا، ان فكره انت لو ما بتدخلوش ميه كافيه وما بتشربش ال 4 لتر بتوعك كل يوم، فعقلك بيجي له زي فكره كده اللي هو ايه صاحبي الجسم ده ما بيقص ما بيدخلناش ميه، فاي ميه تجيبها تخزنها. وده طبعا بيترتب طبعا ان انت يبقى عندك جناب، الجناب كلها عندك ميه، حتى لما بيجي يقول لك نسبه الميه عندك عاليه. وهنا بقى نيجي اصلا لنقطه الام بادي، اصلا ان مهمه الام بادي ان هو بيقول لك نسبه الميه عندك عاليه ولا لا، والكتله العضليه اللي عندك كام، والكتله الجسميه اللي عندك كام، والشغل ده. لو انت رحت اصلا عملت الكلام ده على ميزان عادي هيجيب لك ان انت 100 كيلو بس، انت ما بتعرفش بقى 100 كيلو دول بقى عضلات ولا 100 كيلو دول ميه ولا ايه بالظبط اصلا. ففكره اصلا الميزان العادي بصراحه ما فادنيش قوي، فكره ان انا عايز اعرف انا تخين من ايه بالظبط، يعني هل انا تخين كاكلا ولا كدهونا ولا كميه ولا كعضلات. انا ممكن 100 كيلو بس انا 100 كيلو عضلات فانا ما عنديش مشكله، لكن 100 كيلو انا كنت عايز اعرف انا 100 كيلو ليه، يعني ايه المشكله او ايه القص بتاع المشكله ده. طبعا سالت طبعا شويه ناس جايه في الجيم والكلام ده، ووريتهم الام بادي بتاعي وقالوا لي ان المشكله عندك في الميه، انت ما بتشربش ميه كتير اصلا، فالمشكله ان عقلك بيخزن او جسمك بيخزن الميه في الجسم كله عشان انت ما بتدخلوش ميه كتير، فانت لازم تدخله ال 4 لتر بتوعه علشان يفهم ان انت بتدخل له الميه بتاعته الطبيعيه، فيبدا يصرف الميه اللي هو مخزنها، والميه اللي ياخدها ياخدها والباقي يصرفها. وفكره بقى الموضوع ده او يعني صعوبه الموضوع ده، اللي انت بتشرب ميه عادي جدا، في ناس طبعا هتقول لي طعم الميه وحش والكلام ده، ممكن تعصر مثلا عليهم ربع ليمونه، ممكن مثلا تحط عليها نعناع على الكلام ده، في طرق كتيره جدا جدا، لكن اهم حاجه انك تشرب ال 4 لتر بتوعك او اي مصدر فيه ميه. طبعا الموضوع حلو وكل حاجه وفعلا كنت بعمله، بس المشكله ان انت حرفيا كل 10 5 دقائق لازم تدخل التواليت، انت عندك ميه كتيره جدا جدا فلازم تصرفها. ففكره بقى انت في الشارع في المواصلات في المترو في اي حته حرفيا لازم كل 5 10 دقائق لازم تدخل التواليت. ففكره بقى الناس اللي مش هتقدر تستحمل ده هي تشوف بقى صرفه معاها، عشان بصراحه مش عارف لحد دلوقتي ما عرفتش الصرفه دي. هو انا بتصرف اوكي وكل حاجه، لكن الموضوع صعب جدا. وبصراحه كان بالنسبه لي الموضوع قشطه، يعني مش ميه اللي هتعمل 15 كيلو زياده او 20 كيلو زياده يعني، لحد طبعا ما عدى شهر طبعا، وكنت طبعا بدات بقى اشرب ميه جامد واهتم بالكالوريز بتاعتي. وفكره زي ما قلت لكم ان انا بهتم بالكالوريز بتاعتي، اللي انا المفروض ما اكلش كتير، لا هي فكره ان انا بحسب الكالوريز بتاعتي قد ايه، بس فكره ان انت عارف اخرك في جسمك ايه. يعني انت انا ليا يا باشا النهارده مثلا 3000 كالوريز، 3000 كالوريز بقى اخلصهم في بيج ماك، بقى اخلصهم في انقنق شويه حاجات، بقى اكل خضره اكل بيض انا براحتي، بس انا عارف ان انا اخري خالص 3000 كالوريز. خلصت 3000 كالوريز خلاص بقى انا كده خلاص، فاهمني؟ لكن فكره بقى انت تخلص ال 3000 كالوريز دي في ايه، دي مش بتاعتنا احنا بقى، انت خلصها براحتك، بس اهم حاجه تكون في السيف زون او ال 3000 كالوريز بتوعك بس. وطبعا الرقم ده تقريبي، طبعا انا مش بقول لك انت لازم تخلص ال 3000 كالوريز او اقل، يعني انا بتكلم اللي هو انت بتعرف الحسبه بتاعتك ايه والكالوريز المفروض يدخل في جسمك ايه وتبدا تمشي على كده. زي كمان انا كنت بعمل كمان تريكايه كمان، لا كمان اقلل كمان من الكالوريز بتاعتي. يعني انا فكره مثلا لو ليا مثلا 3000 كالوريز فانا باكل 2500 كالوريز بس. طب ال 500 دول بياخدهم منين؟ ال 500 دول بياخدهم من الدهون بتاعتك، هو طبعا بيبقى محتاج 3000 كالوريز فانت بتدخل له 2500 بس، فهو بيبقى محتاج 500 كالوريز عشان يكمل اليوم بتاعه، فبيبدا ياخد من الدهون بتاعتك، فتلاقي نفسك اصلا انت اصلا بتحرق وانت بتاكل وكل حاجه تمام بالنسبه لك وبرده بتحرق. ارجع لكم بقى لبقيه القصه، انا دلوقتي بعد ما شربت الميه وعدى شهر وكل حاجه، انا ببدا يوم واحد بالظبط، كل يوم واحد من كل شهر بروح اعمل الام بادي ده واشوف الدنيا ماشيه معايا ازاي. وهنا كان معايا صاحبي انا رايح اعمل الام بادي يوم واحد، وطبعا كان عدى شهر من الكارثه اللي هو 100 كيلو، فلما نشوف بقى الدنيا ماشيه ازاي. وحرفيا بعد ما خلصت الام بادي وطلع الريسيت وشفت الرقم، حرفيا بوم 90 كيلو، من 99.9 كيلو او 100 كيلو في الشهر اللي فات لنفس اليوم في الشهر الجديد 90 كيلو. كل ده عشان ايه؟ كل ده عشان الميه بس. وده يثبت لك قد ايه الميه مهمه جدا جدا اصلا في الحياه اصلا، يعني انت حرفيا 10 كيلو عشان ميه بس ما عادش لسه اي حاجه. بصراحه الشهر الثاني او نص الشهر الثاني بدات اتلكع شويه، بدات اكل شويه سيكه، بدات ما اظبطش الاكل قوي. طبعا 10 كيلو طبعا الموضوع غرني جدا، ولكن برده مع التلكيع دي وبرده ان انا برده كنت باكل سيكه والكلام ده برده خسيت، بس مش خسيت برده 10 كيلو زي الشهر اللي فات، انا خسيت 6 كيلو، فبقيت حرفيا 84 كيلو، وده رقم برده انا ما قربتلوش برده خالص حرفيا، يعني انا حرفيا من 85 ل 87 في الرينج ده. لكن فكره ان انا ابدا 84 وابدا انزل بقى، لا دي كانت اصلا بالنسبه لي فكره كبيره جدا جدا. ومش معنى جاي لا بقول لك اقعد في البيت واعمل اللي انا عملته ده، ولا هو حرفيا في شق تاني انا ما اتكلمتش عنه اللي هو الجيم وان هو الكارديو. يعني حرفيا الطريق اللي انت بتاخده بالعربيه بتاخده باي حاجه، لو تعرف تمشي امشي على طول، في وقت عندك روح الجيم. فكره مثلا الجامعه مش لازم كل حاجه من اخر الشارع لهنا توك توك على طول، لا يعني امشي
تمشي حاول تمشي كتير جدا. وهنا طبعا نيجي طبعا بقى لاهميه الساعات السمارت اللي انا اتكلمت عليها قبل كده اللي هي بتحسب لك انت حرقت كام كالوريز ومشيت كام خطوه. يعني انا حرفيا هنا في الساعه دي اهميتها عندي اللي انا المفروض عامل فكره ان انا لازم امشي كل يوم 10000 خطوه او 20000 خطوه. واول ما اخلصهم الساعه بتعمل نوتيفيكيشن او بتعمل فايبريشن عشان تقول ان انت جيت تممت ال10 خطوات بتوعك او ال20000 خطوه بتاعتك. وان انت برده لو اليوم برده عدى برده او قرب مثلا يخلص مثلا وانت لسه ما خلصتش الحبه بتوعك دول بتوع المشي فهي بتنبهك برده بالنوتيفيكيشن برده تقول لك انت النهارده قرب يخلص وانت ما خلصتش ال10000 خطوه بتوعك. ففكره حاجه زي كده برده نفعتني جدا 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 حرفيا. وعملت انا فيديو برده عن اهميه الساعات السمارت وهي بكام اصلا ومين بيبيعها. وفي دلوقتي عرض اصلا او اوفر كمان في البلاك فرايداي في الصفحه بتاعه فابريكا ستور احنا كنا ريسبونسر ليها هتلاقيه في الايد هنا وهتلاقي اللينك بتاع فابريكا تحت في الديسكريبشن. ادخل شوف كده محتاج ايه من جوه قبل البلاك فرايداي. طب الموضوع كده معايا كده خد وقت ولا لا؟ حرفيا الموضوع اللي انا حكيته لك ده كده كله حصل في شهر ونص. خسيت 16 كيلو في شهر ونص لوحدي من غير كوتش ولا اي حاجه. بالك بقى لو مع كوتش بقى كان ايه اللي هيحصل كمان. وهنا نيجي برده للنقطه برده الاهم برده، هل انت لازم تمشي مع كوتش ولا لا؟ هو حرفيا لو انت لوحدك قشطه الدنيا بتعدي معايا اوكي، لكن مع كوتش طبعا بيبقى الموضوع طبعا متطور جدا وبروفيشنال جدا، بيخليك تخس بطريقه صحيه جدا وبيخليك كمان تبني كمان عضل في نفس الوقت. فتخيل انت بتخس وبتبني عضل في الحالتين. فالنهارده انا جايب لكم الكوتش محمد طلعت حرفيا هو ليه في كل ده، مش موضوع بقى هكس وخلاص، لا هو واخد كورسز في الكلام ده اصلا، واخد اصلا شهادات في الكلام ده. فانت هتمشي معاه بطريقه بروفيشنال جدا، هيعرفك كل حاجه ويبقى معاك خطوه بخطوه حرفيا لحد ما تخس الخسان بتاعك او تبني العضلات بتاعتك او الاثنين اوريدي. وعامل كمان دلوقتي كمان عروض كمان وتخفيضات اصلا اكتر اصلا ما هي كمان رخيصه، وحرفيا هو سعره رخيص جدا جدا. هو دلوقتي كمان عامل كمان برده اوفر برده وعروض برده عشان بلاك فرايداي، فحاول تدخل تلحقه بسرعه في البلاك فرايداي. وانا اعرف حرفيا الكوتش محمد معرفة شخصيا وهو فعلا كان بيساعدني او ليه كمان فضل كمان بعد ربنا في الخسسانة اللي انا عملته ده كله، اذا كان معلومة بيقولها لي او حاجة بيخليني اعملها. فالموضوع هيبقى اسرع معاك جدا جدا لو انت مشيت مع كوتش او تابعت مع حد. هسيب لك لينك كوتش محمد طلعت تحت في الديسكريبشن، ادخل قول له ان انت تابع كريم معفت او كريم يوتيوبر وهو هيفهم ويعمل لك الديسكاونت فوق الديسكاونت اصلا، ده غير اصلا الديسكاونت اساسا بتاع بلاك فرايداي. فانت عايز ايه تاني من الحياة بصراحة؟ فكرة ان جسمك يكون متناسق مع شكلك وجسمك يكون اصلا فيت ويكون كويس والكلام ده، دي ملهاش علاقة بالناس ولا ليها علاقة باي حد، ليها علاقة بيك انت. عيب تكون شخص في جامعه او شخص في ثالثه ثانوي او شخص اصلا عموما اصلا مش مهتم بجسمه. لو انت مش مهتم بجسمك مين هيهتم بيه؟ وانت متخيل اصلا مين اصلا هتكمل اصلا معاك وانت اصلا مش مهتم بجسمك؟ يعني انت حرفيا انت مش مهتم اصلا باهم حاجه ليك انت، انت مش مهتم بنفسك اساسا، فهتهتم بيها ازاي؟ ممكن يكون الفيديو ده بصراحه فارق في حياتك، او ممكن يكون التجربه بتاعتي دي فارقه في حياتك، وممكن بعد الفيديو ده تبدا تاخد خطوه بجد. وهو ده اللي انا عايزه. احاول برده اعمل برده سلاسل ثانيه برده في النقطه دي برده، ان هو فكره ان انت ازاي تحرق الكالوريز بتاعتك وازاي اصلا تحسب اصلا انت تاكل كام كالوريز النهارده والكلام ده كله. فما تنساش طبعا تعمل طبعا سبسكرايب عشان تكون متابع كل ده. ودي كانت تجربتي مع الخسسان من 99 كيلو ل 84 كيلو في شهر ونص. لو عجبك المحتوى ما تنساش تعمل سبسكرايب لحاجات اللي هتظهر هنا دي كده عشان يجيلك اي ابديت في حياتي. وكالعاده يوسف كوتش، سلام عليكم.